أيام قبل كل شيء إحنا كنا نستخدمه أو نلبسه له قصة، له سبب، بس إحنا أجدادنا جملوا هالأسباب. البحر ويدي له علاقة خاصة ما كان يصبر عنه. في تليفون قديم كنت أسجل فيه صوته لما كان يقول القصائد. هذه الجنطة هي طريقة للتواصل فكري بيني وبينه، هذه الأشياء اللي فيها من ريحته، فيها ذكرياته. أيضا داخل الجنطة صورة قديمة لي معاه. هذا الخنجر هو مهدى في فترة التسعينات من يدي الله يرحمه، سموني على اسمه. هذا الخنجر جدا ثمين، مصنوع من الفضة وبعض أجزاء مطلية بالذهب، ورأس الخنجر من عاج الفيل. الخنجر هو رمز للرجولة، أسباب استخدامه قديما كان للحماية، وفي منطقة الإمارات يعتبر من أدوات الزينة المهمة اللي يستخدمها الرجال. والله أكثر شيء اللي هو علمني إياه السلوكيات. إحنا ما ورثنا فلوس، إحنا ورثنا العادات، فهو بالهدية هذه قاعد يورثنا عادات وتقاليد ومبادئ. بحكم سنه الكبير كان يستخدم العصا عشان يتكى عليها، ترك لبس الخنجر حطه في الكبت. لما كان يسير البحر وإذا حصل له محصول هذاك اليوم كان يمرون على جيرانهم وعلى أهلهم ويوزعون. أنا أذكر على آخر أيامه كان يمشي للبحر، كيف ما اشتاق له. يعني موضوع فراقه شيء مش سهل. يا شيخ ما خابك الظن، شوشك وسط العين يطعن، راح يجيك مطوي ظليل، عرفتي والفرق ينحن،